السلام عليكم، معاكم اخوكم عمر، حياكم الله. اليوم في فيديو جديد في لعبه كراش بانديكوت فورد سو تايم. في هذا الفيديو شباب راح اكمل مغامراته، فشباب لا تنسوا الاشتراك في القناه، نبي نوصل 100,000 مشترك باسرع مده. اللايك يا شباب مهم ونشر هذا الفيديو اهم، فخلاص ما في كلام، يلا خلينا نبدا. مثل ما انتم شايفين يا اخوان، هذا انا طلعت سكن جديد الكوكو. الله هذا يا والله رهيب صح. طيب كراش، اوكي. طيب احنا شباب خلصنا مطحنة كراش، خلونا نروح الى طريق الغضب. اتوقع بعدها، لحظة دقيقة، ممكن ذاك الاهبل شو اسمه انجن هناك موجود. ما عليكم شباب، خلص ذي المرحلة بعدين نروح نجلد انجن طريق الغضب. انا المرحلة فيها بعد شباب شريط فيديو، والله فيها سكن شكله جامد. يلا خلونا نبدا. اوكي هذا طريق، ليش الموتر ذا؟ هذا شباب طريق الغضب، خلنا سكن انجن. اوكي يبغى 168 صندوق. طيب خليني اعدل دقيقه، هذا الكام يا اخي؟ ايش هذا؟ اخي دائما شباب يطيح عليه هذا الربر. اوه ثنتين كلها طاحت، مو معقوله. اي والله انها طاحت. وين الثانيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اي هذه؟ معليش يا اخوان، والله يعني هذه شوفوا، هذه الكنترول، هذه اللي انا العب فيها. اوكي وهذه اللي طاحت مني، عرفتوا؟ فيعني عشان الاحتراف اوقف يا كراش، لا تستهبل. فيعني شباب عشان الاحتراف كذا، فلازم كذا يعني. شوف كيف مدير يتحرك بالكام. الله عليك والله يا اخي خطير. المهم عندنا شباب 168 صندوق. انه عرض القرن. ايوه الليله العاشره مساء ستهلكون. يا صاح زاد كل شوي قاعد يسولف علينا. اوه هنا شباب رماح، واللي ابلع على راسك يا عيني يا عيني. لازم كذا المشاهد لازم تكون منتبه، عرفت؟ علشان شو اسمه يمكن تكون في صناديق سريه مخبيه ما تدري. ابلع. ايوه النار دي والله يا شباب مره نسيتها. طيب كمل. جميل. اوف اوف اوف. والميكروفون. اسكت يا مزعج. طيب اخذنا شباب تشيك بوينت. اوه شوف شوف هذا كيف يا عيال، يا ساتر. هذا شباب تعطونا كذا على راسه، المفروض على. اوه ذكرت عيال هذا الصندوق لعبته في الديمو ذا اللي شو اسمه، اذا لمسته ويولع نار تموت. ما معي هربقع، توني انتبه. طيب ما في بردقع يا شباب؟ مجاني كذا اهداء. هذه ما تطيح كويس. والله لقينا عيال شريط ذكريات. شريط الذكريات هذا يا اخوان اتوقع انه مراحل شو اسمه، مراحل العبها بخليها بالنهايه بعدين، هي والاشياء المهمة ان شاء الله. اوكي احنا الحين وصلنا عند البونص اضافية، كاتبين اسم البونص اضافية. طيب ما في مشكلة، اضافية ما عندنا معنى. اوله نايترو هنا يا اخوان. يا عيني عليك مرة واحدة يا عمر. ممتاز برافو. باقي الحين كم؟ 3 صناديق اتوقع انها قدام. ايوه يا عيني عليك يصير 52. شفتوا صار 52 بس تاخر. اهدا. هذا المهايط الكبير. لا خلنا جوهرة، ممتاز. هربقع حبيبي، لحظة قبل هربقع ترى حركاتهم ذي ما يبطلونها. اوه مت. صح يا عمر ترى الارواح محسوبة عليك صح؟ صح اني عندي 54 ما اختلفنا، برضو يا اخوان لازم يعني ما اموت ثلاث موت، يعني اقل من ثلاث موتات، يعني ثلاث موتات هي كحد اقصى.
اوكي. يا عيني يا خطير. لحظة خلوني افهم اول شيء هذه. لا 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 لا. ايوه نجوت. طيب ممتاز. هنا يا شباب تشيك بوينت. كم صندوق انا جبت؟ ايه باقي لي اكثر من 100. بيسولف ذا الحين. والله يا شباب انه مزعج. وهذا تطيح. اوكي. يا عيني عليك. طب بعدين ايش السالفة؟ ها هنا تشيك بوينت. ان شاء الله يا اخوان اني ما نسيت شيء. بالتأكيد. لا ان شاء الله ان شاء الله اني ما نسيت شيء. اوه هذا قناع التبديل. اوكي شوفوا هنا يا اخوان. لحظة. اهدى 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 عموري اهدى. عيني عليك. اهدى اهدى عمر 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 هدي بالك. اوكي ممتاز. هذا هنا في شيء. لحظة يا اخوان هنا في شيء. ممتاز. طيب شلو. اوه لا يا اخ. طبعا بخذ تشيك بوينت. في جوهرة فوق. اوكي كذا كذا يا سلام عليك. اها ممكن شباب هذه تنفجر من التي ان تي او النايترو عفوا. اوكي اوكي ممتاز. واو افضل عرض تشاهدونه على الاطلاق. هدي هدي عمر هنا النار. هدي 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 هدي. تكفى تشيك بوينت. بديز يا طيب تشيك بوينت. طيب هنا ما في تشيك بوينت. صرنا 88 احنا. ولا وش ذا؟ السيارة ذي. تخريب. يا ساتر. يا اخوان والله ذي طاردني. يا ووه. كويس يا شباب انه ينط. عمر اتبع القروش. الا القروش دخل. ما هو ماري ميكر ذي يا عمر. اتبع التفافيح. تفاح. ساتر يا ساتر. هذه تبطئ. طيب يرحم امك يرحم امك يا اخي. اعطيني بريك تشيك بوينت. هنا هنا هنا. وش ذا؟ في سيارة. اتحداك. شفتوا كيف؟ والله يا عيال ايش الحظ ذا؟ والله شيء مجنون. عمر عمر ركز يا عمر. كسرها. ايوه كويس يا شباب انه كسرها.
يا عمي ايش الجنون هذا؟ والله حلوة. انت الحمقى مو بانا. تك اكسرها. اي شكرا لك. اوف 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 طاح. ابلع. في صناديق ناقصة. حقت ايش؟ زمرد المتألق. معليش برجع لها يا اخوان. باقي لي الصناديق. زقوني يا اخوان اطلع المكان اللي حقت الصناديق هنا. قسم بالله يا شباب مكان وضيع. المهم شباب اشوفكم عند الفوز ان شاء الله. ايوه يا ابوي اخيرا جبناها. كويس. اوكي الاضواء الصاخبة. حلو سكن جميل. سوي متابعة. اوكي فتحنا شباب هذا المرحلة. طبول الحرب. خلونا يا شباب نبدأ في طبول الحرب. بس يا شباب قبل ما ابدأ اشوف السكن الجديد اللي اعطوني اياه. الله. طيب هنا كوكو لسه ما اعطوها سكن جديد. طيب يمديني العب كوكو اباري فيها طبول الحرب ادخل فيها طبول الحرب. يلا خلنا نبدأ بسم الله. طبول الحرب. اوه شكل شباب بتواجه مع الاهبل ذا. انجن اخيرا بجلد المزعج يا ولد. اوكي ايها المحتلون الدمويون. ايوه عليكم ان تصفقوا بحرارة من اجل روكيت هيد. روكيت هيد. طيب هذا الالي حقه. واحد اثنين ثلاثة اربعة. استعد للضرب ايها البانديكور. يا رجال طيب. اوكي حلو. هذا مسجل. اوكي اضرب المسجل عشان اوكي الحين اقدر اروح الشباب اجلده. جميل. وحط شباب وقت. ابتعد عن اي امر. الا تحب الموسيقى الصاخبه؟ لا ما احب الموسيقى الصاخبه. قول له ايش ذا؟ ذكرني بلعبة الموسيقى هذيك اللي يلعبونها يوتيوبر كثير اللي يقطعون فيها. صح؟ اوكي ايزي. يا ويله. اوه اوه كويس يا شباب ما عادوني من البداية. ابلع. بقي اخوان واحد او اكثر لان في مسجلين انا اشوف. اوف احس يا اخوان عادي هذه تمر من فوقي. يلا هات واحد سريع. ايش ذا طول. ابلع. اوكي يا اخوان هذا الحين طاح بروح اجلده. اوه يا ليل هنا شباب لازم فلسفه. اوكي ما تكمل كلامك رجال. انقلع انت والعرب. صاروا ثلاث مسجلات. وله يا ويلي. ياما اهرب. وله يا ويلي. فقدت نفسي يا شباب في اللحظات الاخيره. جميل يا شيخ انقلع انت ومعداتك. يرحم امك. ما في يا كوكو بلا استهبال. تعرفون كيف الان. ايوه سئمت من اسلوبكم. قول له. طيب كويس يا شباب هذه ثابته. اوكي ايزي ايزي ايزي. ممتاز. اوكي طيب الحين كيف اروح له؟ اوكي
وقف. قسما بالله يا اخوان غباء غباء زي هذا الغباء ما قد شفت. انا يا شباب لازم اعيد من البدايه، لازم اموت، مت موتات كثير. اوكي يا اخوان يلا ولا موته الى الحين. الحين شباب انا صفر معاه. هلا تتوقفون عن تعطيل مجموعتي؟ انقلع ابلع روك اند رول. قناع والله توني انتبه له. انجلد يا عيال انجل. جلدناه. اختراعي الجميل. اوه القناع راح. اكانو. اوكي. انجلد يا عيال انجل. على وجهه. اوكي. اوه فتح لنا شباب بعد جديد. القراصنة هذا والله شفناها في التريلر، والله حلوة يا عيال. طيب في ازياء فتح لي شيء؟ ما فتح لي شيء. طيب خلينا نجرب هذا، هذا شكله شباب جامد. الكنز المدفون، والله يا عيال شكلها حلوة. اوكي خلونا يا شباب نجربها يلا بسم الله. كنز المدفون اكتسب 6 فتح. اوه عيال في زي قرصان والله شكله حلو. يلا خلنا هذا نفتح زي حق القرصان ان شاء الله ان شاء الله. ايوه الله دقيقه يا شباب والله الموسيقى حلوه. الله والله يا عيال جامده. ما في شيء هنا. الله والله يا شباب حلوه. كم صندوق فيها؟ 173. اوكي هذا لرون وزورو كل واحد فيهم مع 3 شيء. بلاش قاعدين تسوون انتم؟ اتوقع شباب ما يمديني اضربهم صراحه لان شوف كيف يا شيخ ما معطينك مجال ابد. اوكي وش ذا؟ لحظه ايش التنين ذا ولا فيل ولا ايش؟ اوكي طيرنا جميل. والله يا شباب اني ضربته. الله ما هذولي ما ينضربون يا شباب عشان ما تنسى يا عمر بعد كده تقول ايه نسيت المدري وشو. اوه لحظه لحظه اوكي ما في شيء جميل. احسن شيء يا شباب في كراش تدرون وشو؟ ان تقدر تجمع الصناديق عادي وثم تعيد عشان تجيب السكن. والله يا شباب شيء رهيب يعني ما تعدى 3 موتات ما يربطها كلها مع بعض. فهمتوا كيف؟ لحظة هدي شو ذا؟ هذا اتوقع شباب اضربه مع راسه. طيب جميل. هنا ما في شيء. اوكي كمل ممتاز. وربقع. اما ذولي والله مسوين ازعاج. اوكي اول تشيك بوينت ابلع. ممتاز. طيب حلو اوكي الحين وش ينتظرني؟ لحظة اوه هذا شباب لازم اموت ولا موت عشان اخذه. ابعيد ابعيد. اوكي يا شباب هذا حصلت شريط الذكريات شيء جميل لاني ما مت يا شباب ولا موتة. احس ان شباب اول مرة اعطوني اياه كان في بداية المرحلة ثم كل شوي يحطونه في مكان متأخر في المرحلة. ممكن شباب في المراحل اللي قدام يحطونه في نهاية المرحلة لا تستبعدون. الله يستر وش هذا؟
ايوه اوكي ايزي ايزي اوكي لا غلط اوكي يا اخوان جميل اوكي يا عمي ايوه ايش ذا اوكي طيب ايش السالفه مين اللي فجرها ممكن يا شباب يكون في احد فجرها لي ايش ذا العله هاي سلطعون ايش اللي لابس هذا الاهبل لحظة ما في شيء هنا جبت 75 باقي لي 100 صندوق والله كثير يا ساتر تعال يا كريم اوكي يلا وصلني مع التوصيله اوه شباب في طريقين لا اله الا الله منتهين يا شباب الموتات برجع اعيدها بعدين منتهين من هذا الشيء ممتاز جات ايوه جميل طيب الحين نروح يا عمر للطريق الثاني الله يعيننا على الطريق الثاني هدي قسما بالله اني نطيت نطتين هدي هنا يا عمر عمر هنا هدي خلي لنا هذه ترجع ايوه كذا تمام هدي اوكي جميل 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 اوه شو شكل التينتي يا عيال في متفجرات شكله غريب ولا منين طلع لي ذا اوكي هنا شباب هذا البونص اوه شكله شباب هنا صعب البونص طيب اول شيء يا عمر سوي كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا ارجع وات لا اله الا الله اتوقع شباب هنا في هنا في شباب هذا شو اسمه جميل اوكي حلو 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 باقي هذا شباب جميل خلصنا البونص ايزي ايزي ما كان صعب يا شباب اوه هدي هدي يا عمر هدي يا عمر لانك صاير تجيب العيد كثير ما في شيء هنا طيب ايش عندنا هنا يا اخوان اوكي حلوه حلوه شباب كذا انهم حطوها في كنز على اساس انها يعني قراصنة وكذا والله حلوه يا اخي والله ذول كريهين يا شيخ اوه شوفوا شباب هذا التعجب طيب اها
جميل. طيب هات. لا إله إلا الله. أيوة أبلع. خليني أخلص عليه بعدين أرجع هنا ورا. والله الإنقاذ، والله يا شباب إنقاذ أسطوري. الكريهة بعد أهدى أهدى. خلي هذول يقلعون. الله تشيك بوينت. لا إله إلا الله. هدي 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 يا عمر. هدي عمر النهاية قدامك. جميل. الله جبتها يس. بس يا اخوان باقي لي حق الثلاث موتات، هذه لو اجيبها بتصير اموري تمام. كل شيء تمام. برجع شباب بعيدها وان شاء الله اذا وصلت عند النهايه اجيكم. اوكي يا شباب وصلت النهايه بس بموته واحده للاسف، كانت موته ابو كلب لكن يلا مشي حالك. اهم شيء شباب اني فتحت سكيل القراصنه. اوكي البحث عن الغنيمه متابعه يلا. اوكي يا اخوان الازياء الله الله. والله يا عيال رهيب سكن اسطوري. طب كوكو ليش ما عنده هنا سكنات؟ احصل على جميع القطع الاثريه البلاتينيه بالذكريات. ها هنا الذكريات من جد يا شباب ايش سالفتها؟ هذه الذكريات. انا كم جبت كم واحده؟ اوه شباب هنا عندنا والله عندنا كثير. يا رجال اسحب عليها. طبعا شباب انا راح اوقف هنا، يعطيكم العافيه على المشاهده، اتمنى تكونوا استمتعتوا، لا تنسوا الاشتراك في القناه، ضغط زر اللايك، نشر هذا الفيديو. في نهايه كل فيديو حاب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.